هي احضر الاكتيفيتي واشارك معاها في التفصيل واشوف هما بيعملوا ايه. علشان اشوف بنتي بتعمل ايه واكتشفت ان انا لازم اساعدها وما كنتش عارفه واتس فيري انترستينج. انا اول مره احضر حاجه زي كده. كنت لسه بقول ولادي اللي قبل كده في المدرسه الكبار ما عملوش الاكتيفيتيز دي, فاتس فيري انترستينج. ام فيري هابي وذ ذس. حلوه قوي, والبنات ار فيري اكسايتد. بنتي اللي بتلعب شيز فيري اكسايتد وعايزه تعمل كل الاكتيفيتيز. لسه دلوقتي قاعدين نتكلموا على الكالنري والكوكينج والسوينج والحاجات دي, وهي بتعمل زومبا. فايتس فيري انترستينج, فيري فيري انترستينج. I came here today to watch my daughter activity broderie. She was very excited about it in the beginning of the year. She really likes this kind of craft and I'm not into it. She was really excited to begin with the broderie here, and then when she came home she started doing tricot and other stuff. I'm glad she's learning it because I'm not capable of doing it at home, and she was really happy to do it. I came here to see what she was doing the whole year in the activity class. This is my first time to watch her doing the broderie.